وقع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني وثينك سمارت للتطوير والتدريب مذكرة تفاهم للإعلان عن بدء تنفيذ مبادرة سمارت كودرز، والتي تهدف إلى تدريب 10,000 بحريني على البرمجة وأحدث التقنيات المواكبة للتطور التكنولوجي خلال السنوات الخمس القادمة. نعم ريم، هذه المبادرة ستوفر مجموعة واسعة من الفرص للبحرينيين عبر تدريبهم على لغة المستقبل والأدوات التكنولوجية التي ستسهم في التحول الرقمي للمجتمع.